الدايت في رمضان بصراحة معادلة صعبة قوي. دايت ورمضان ما بتنتجش عنهم غير ان احنا اكيد هنزيد في الوزن، بس الحقيقة احنا ممكن نغير النتيجة. هنغيرها ازاي؟ الفكرة ان احنا نختار نوع الاكل اللي احنا ناكله، ومش عيب ان احنا نحرم نفسنا من اي حاجة. دايما لما تيجي تعملي المكرونة البشاميل في الفطار اعمليها بدقيق ذرة او دقيق بني البشاميل، او تعمليه كمان بلبن خالي الدسم. دايما نختار المكرونة البني وتكون اللحمة المفرومة خالية من الدهون. اما لو هناكل محشي او اي حاجة تانية هنضطر ان احنا نكتر الخضروات في خلطة المحشي نفسها ونقلل الرز، ويفضل ان هو يكون رز بني. البروتين اللي هي السمك او اللحم او الفراخ يفضل ان هم دايما يكونوا في الفرن، مفهومش ولا زبدة ولا سمنة. يفضل ان انا استخدم معاهم زيت زيتون او زيت نباتي، او يكونوا مشويين ابعد تماما عن المحمر في رمضان. هقلل الحلويات واهتم جدا بوجبة السحور. ممنوع منعا باتا انك تمنعي وجبة السحور وقت الدايت، لان وجبة السحور هي اللي هتديك الطاقة انك تفطري تاني.